الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أخواني الكرام وأخواتي الكريمات مع حلقة جديدة من برنامج ثبات. هذا البرنامج اخترنا له هذا العنوان ثبات، للدلالة وبيان الأسباب المعينة على ثبات الإنسان أمام ما يحصل اليوم من اضطرابات في الأفكار والتوجهات، وما يحصل اليوم من انحرافات فكرية وعقدية وغير ذلك. وحقيقة يعني في حلقات ماضية تعرضنا لعدة مواضيع هي تلامس حقيقة اليوم يعني حاجات الناس، ومعرفة أيضا الجواب والمخرج والعلاج الصحيح لمثل هذه الأفكار الواردة والطارئة. لا أقول واردة من جهة أنها مستجدة، لكنها تتكرر بين فترة وأخرى. حقيقة نسعد في هذه الحلقة، وكما سعدنا أيضا في حلقة ماضية مع فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان التويجري الداعي الإسلامي المعروف من المملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بك شيخ فهد بين أهلك وأخوانك في بلدك الأول الكويت، ولا أقول الله الثاني. الله يسلمك. نعم. لكن أنبه إلى نعم. أني لست بدكتور. طيب ما عليك، إن شاء الله تستحقها شيخ وزيادة إن شاء الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك شيخ فهد. الآن طبعا هذه الحلقة نريد أن نتكلم حقيقة اليوم، طبعا لا يخفى عليك أن ربما الأمة اليوم هي معنية بما يحصل اليوم في النوازل، لكن هناك فئة من هذه الأمة هي معنية بجهة أكبر، وهي فئة الشباب. اليوم الشاب يحمل حقيقة هم الأمة اليوم، وهذا بلا شك أنه شعور طيب ويحمد عليه ويؤجر عليه، لأن اليوم لا يمكن الإنسان اليوم يكون بعيد عن واقع أمته ولا يتألم لما يحصل في مصابها. لكن أيضا الشاب اليوم حقيقة لا يعرف ما هو الحد المطلوب منه اليوم في التعامل مع هذه القضايا والحوادث النازلة. اليوم بعض الناس نصب نفسه اليوم أن يكون هو الذي بيده حل مشاكل الأمة كلها، وربما بعض الناس كما نقول يموت يعني قهرا وكمدا، لأنه ما يستطيع أن يفعل شيء، لأنه أصلا هو لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يفعل شيء أقصد في حدود تغيير الواقع الموجود. نحن نريد اليوم يعني بداية، هل هذا الهم، أولا هم الشاب هذا، هل هو محمود؟ ما هو حدود هذا الهم المحمود؟ يعني حتى لا يتجاوز الشاب إلى حدود الأمر الذي قد يعني يوقع في محظوره لا يدري. نعم. أحسنت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله مصطفى وبعد. مما لا شك فيه أن المسلم مطالب سواء كان شابا أو كهلا أو شيخا. نعم. أو حتى امرأة، أن يعيش هم إخوانه في أي صقع من أصقاع العالم. نعم. وأن يتألم لآلامهم. لكن المنهج الصحيح في مثل هذه القضايا التي تمر بالمسلمين اليوم، سواء الصراع الدائر في الشام أو في العراق أو في أي مكان. نعم. من العالم الإسلامي أو حتى خارج العالم الإسلامي مما يمس المسلمين. نعم. ويؤذيهم، المنهج الصحيح في هذا أن نرجع أيضا إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما نعرف أوذي وأوذي أصحابه، سواء كان هذا قبل الهجرة أو بعد الهجرة. هل الهدي الصحيح في تناول مثل هذه القضايا، في الانشغال بها، من المقرر والمعروف لمن نظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، وجد أن هناك من المستضعفين من كانوا في مكة ينالهم الأذى والتعذيب. نعم. والسجن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتألم لما يصيبهم. نعم. ولكن لم يكن هذا يسيطر على تفكيره. نعم. وعلى عبادته. يعني وعلى سلوك، يعني تقصد الوقائع فيها شبه يعني موجود بما يحصل اليوم. حتى بعد أن انتقل. نعم. إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، حدثت غزوة بدر ثم أحد، وحصل فيها ما حصل من متجرة معروفة ومشهورة، لم يتوقف النبي عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته، تسيطر هذه الأحداث على مشاعره، كما عليه كثير من اليوم الناس من أنهم يعني حصل عندهم إغراق في متابعة الأخبار و تتبعها. نعم. مما شوش عليهم حتى في عباداتهم. نعم. شوش عليهم حتى في سلوكهم وفي انفعالاتهم وفي عواطفهم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس هديا. نعم.
مر بحوادث ونوازل سواء كانت وقعت أحد أو قبل الهجرة مما حصل لأصحابه الذين استضعفوا وأوذوا، أو ما حصل لأصحابه في الخندق، أو ما حصل لهم في مؤتة أو في حنين. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس هدي وأكثرهم حرصا على أحاد المسلمين وجماعاتهم، ومع ذلك لم يكن يسيطر هذا على مثلا عبادته أو على فرحه أو على بناء أسرته أو على أو أن يربط هذا الحدث أو هذه الصراع يربط بها مصير الإسلام والمسلمين. لأن بعض الناس اليوم أو يركن إلى القنوط واليأس أو اليأس والإحباط، نعم فلا ينشط في دعوة أو تعليم أو بناء أو غير ذلك من الأعمال، ولا نربط حدث معين أو معركة دائرة في أي مكان إن هي مصير المسلمين أو مصير الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يربط حدث معين أو حتى نكسة حصلت لأصحابه أنه معناها أننا يعني أن الإسلام قد انطفأت ناره. نعم صحيح. كما أنه عليه الصلاة والسلام هديه الأكمل أن يبعد حتى أصحابه عن مثل هذه الأحداث. يعني الـ 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 أنا كثيرا ما أحاور الشباب في الذين يعني يبالغون في متابعة الأحداث، مع أنهم لن يدفعوا ولن يرفعوا ولن ينفعوا ولا يضروا. هذا قيد مهم شيخ، يبالغون يعني مسألة أن في انهماك واضح، يعني قضية أنه يتصور الحدث ويسمع أخبار المسلمين، هذا شيء غير يعني لا يلام عليه. لا متابعة الخبر في الجملة، نعم، ووصول الخبر، سيصل الخبر حتى الذي لا يتابع مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات، يأتيك بالأخبار من لم تزود، سيأتيك الخبر. لكن أن يكون الهم والوقت والشغل هو ماذا يحدث في الموقع الفلاني وفي البلد الفلاني مما يؤثر على الصلاة ويؤثر على سلوك الإنسان وعلى عواطفه ومشاعره وبناء أسرته وحتى على استقامته، كيف تؤثر؟ قد يتابعون مقاطع فيها ما فيها من التجاوزات الشرعية بحجة الوصول إلى خبر مثلا صحيح معين صحيح. وهذا حصل هذا حصل، وأعرف أشخاص انحرفوا بسبب متابعة الأخبار، كانوا يتابعون أخبار ثم تابعوا ما أضرهم في سلوكهم وأخلاقهم من 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 مشاهد ساقطة، ومنهم من وقع في الغلو بسبب متابعة الأحداث الذي بعضها قد نجزم أنه غير صحيح، قد يكون فيه من الدبلجة ومن الكذب. من الذي يثبت لنا أن هذا الخبر صحيح؟ صحيح. وكم من خبر ينقل ثم يتبين خلاف، ينقل إلينا بصورة معينة يتبين خلافه. كما أن مثل ما تفضل الدكتور محمد قد أيضا يؤدي بالإنسان إلى الإحباط والقنوط واليأس أو الإرجاف. والإرجاف اليوم هو نقل الأخبار السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب أن نردد ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما حوصر يوم الأحزاب وصور ربنا يوم الأحزاب أبلغ تصوير، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون، تأمل، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءه في ذلك الظرف الحرج أن قريظة قد خانت الله ورسوله. ما هو الهدي الصحيح؟ لو جاءنا مثل هذه الأخبار في هذه الظروف، ماذا هو هدي الشباب؟ هو نشر الأخبار. وقريظة كانت فيها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، يعني نعم، جاءته غطفان وأسد وبنو مرة وأشجع، وأقسموا ألا يبرحوا المدينة حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه، ضربة للإسلام وحصار اقتصادي وعسكري لأكثر من 28 ليلة، وزلزل الصحابة كما صور ربنا. مع ذلك لما جاءه خبر مفاده أن قريظة قد خانت الله ورسوله، أرسل خوات بن جبير من أجل أن يستوثق له الخبر. جاءه خوات بن جبير وقال إن القوم على الغدر والخيانة، فلم ينتهي عند خبره، بل أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال لهما إن كان القوم على العهد والميثاق فأذيعه في الناس، وإن كانوا قد خانوا الله ورسوله فالحنوا لي لحنا أعرفه. لماذا كل هذا؟ من أجل محافظة على النفسيات الناس ومحافظة على أمته وعلى مجتمعه. لا تشيعونه، لا تشيعونه. الآن نحن نهدم المجتمع ببث هذه الإشاعات والأخبار بحجة أن الخبر يجب أن يصل إلى الناس. ماذا سيفعل الناس؟ لن يدفعوا ولن يرفعوا ولن ينفعوا ولن يضروا.
من المؤسف له أن حتى بعض المنتسبين للدعوة تجد أنه يرسل عبر أو يخبر عبر تغريدة أو عبر قناة ماذا يحصل في, في, في أي مكان من مواقع الصراع. ما الذي ينفعنا؟ إما سيؤدي بنا إلى الإحباط واليأس، أو يؤدي بنا إلى الإرجاف والخوف والقلق، وكما أنه قد يؤدي حتى بالإنسان والعياذ بالله إلى وساوس وأفكار. فيقولون متى نصر الله؟ لماذا هذا؟ لماذا الله يخذلنا مثلا؟ قد يقولها الإنسان. فالنبي وقيلت والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق لم يقل سأخبر المجتمع أو أتباعي أن قريظة اليهود إخوان مثلا القردة خانونا، فهؤلاء فيهم كذا وعليهم لعنة الله، وإنما قال الحنوا لي لحنا أعرفه. هذا المنهج الصحيح، محافظة على حتى على أركان الجيش وعلى القادة في ومن هم في الثغور، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام نجده في خيبر لما مر بلال ابن أبي رباح بصفية بنت حيي على قتل يهود، نهره النبي عليه الصلاة والسلام وزجره وقال يعني نزع الله من قلبك الرحمة تمر بهذا بالمرأة على هالقتلة. في أحد لما استصغر سمرة وابن عمر وردهما جاء للجهاد في سبيل الله، والجهاد مع من؟ النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مع الكتيبة الفلانية ولا الجماعة الفلانية ولا العسكر الفلاني، مع رسول الله، وبذلك يردهما استصغرهما. ثم نحن نلقي ببراعم وأطفال وصغار في مواقع الصراع ونقول هذا هو الصحيح وهذا هو المنهج الحميد. الرسول يستصغرهما ويردهما في أحد مع أن القتال معه هو في أشد ما يكون حاجة، المن بأن النفاق يعني تركوه وخذلوه. فكل ذلك يحافظ على نفسيات أصحابه وعلى مجتمعه لبناء مجتمع متكامل، لأننا إذا حطمت النفسيات وقتلت المعنويات فلا خير في الأجساد. سبحان الله، فلا خير في الأجساد. الرسول عليه الصلاة والسلام هديه أكمل هدي، حتى أني أبحث كثيرا بأبحث هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر مثلا، واسمح لي في هذا الطرح وأريد من المشاهد والمتابع أن يفهم ماذا أريد أن أصل إليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أبحث في موضوع المسجد الأقصى وقضية الأقصى، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يذكرها بين أصحابه أو على منبره؟ لم أجد لا في حديث صحيح ولا ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر المسجد الأقصى، بمعنى أنه كان يريد أن يبني أو حتى يذكر مكة التي أخرج منها. فلما أخرج منها واستضعفه قومه وأوذي وطرد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، لما جاء إلى المدينة بنى الدولة الإسلامية وأيضا نشأ أصحابه على العقيدة الصحيحة ورباهم، ولم يكن همه قضية فقط أننا لابد أن 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 يعني أنهم يعني الإنسان لابد أن يكون محيط بهموم الأمة كلها. أي نعم، يعني نعم. هو الآن هو المسجد الأقصى يعني أولى القبلتين وثالث المسجدين وهو هم كل مؤمن، لكن يشغل صغار لا يعرفون ولا يدركون، وأصرفهم عن أمور يجب أن يتعلموها في قضايا مصيرية كبرى. لأن بعض الشباب هداهم الله يظن أنه محور العالم، حتى بعض الأشياخ أو بعض الدعاة يظن أنه محور العالم. الرسول عليه الصلاة والسلام مات يوم أن مات ولم تفتح بلاد الشام ولا بلاد الفارس ولا تفتح المسجد القدس، مات يوم مات، كل هذه في قبضة الأعداء الدين. لكنه أسس، لكن أسس نحن نحتاج أن نؤسس نبذل. أنا أتصور نحتاج هذا الشيخ فعلا قضية التأسيس والأولويات ومعرفتها، أنا بدي حقيقة تطرح في حلقة مستقلة، لكن وقت البرنامج حقيقة هو دكتور محمد في شبه أتكلم أنا. لكن في شبه، أنا لو سمحت لي أذكر شبهة. طيب. لما أني طرحت مثل هذا الطرح وناقشت بعض المتحمسين
قال من أجل أن يدعو الناس لإخوانهم في أصقاع العالم لا بد أن نتابع الأخبار دقيقة ونسهر إلى الساعة الثالثة ليلا حتى ندعو لإخواننا. مع أن الذين يجلسون على القنوات أو مواقع التواصل المظن بهم أنهم ينامون حتى عن الفجر. الله أكبر. إيه لا فلا والله سبحانه والله سبحانه وتعالى يقول قلت له أن الأصدق في الدعاء للمنكوبين في الشام والعراق هم العجائز وكبار السن الذين ينامون ها مبكرين ويقومون آخر الليل أرجف القبول فعلا صحيح. مع أن الخبر العام قد وصلهم يعني لو تجي لأي إنسان شيخ طاعن في السن ولا امرأة عجوز لوجدت أنها تصلها أخبار الشام والعراق طبعا بالمجمل. وقلت له الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون لإخوان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. الله أكبر. مع أنهم قد ماتوا. فنحن ندعو لأئمة الإسلام وللصحابة ومن بعدهم مع أننا لم نراهم ولا ندري عن أحوالهم ولكن ندعو لهم. فلا يلزم أني إذا أردت ندعو لإخواني المنكوبين في الشام أو في العراق أو في أي مكان أني أبحث عن تفاصيل ما يجري لهم. نعم صحيح. أو خصص مكان أو زمان معين. طيب شيخنا الكريم ودنا حقيقة نتصور أن جرنا هذه إلى موضوع جديد سنتكلم عنه قضية الأولويات ومعرفة بماذا يبدأ به الإنسان. كل الشكر لفضيلة الشيخ فهد بن سلمان التويجري الداعي الإسلامي حفظه الله تعالى على هذا الطرح الطيب، وللحديث إن شاء الله تعالى بقية أخواني وأخواتي مع برنامج ثبات وموضوع جديد سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.